هلا بالباي بولر سويتشنج اختلف الوضع، عندي ما طلعتش غير تو سيجنالز، طب كيف طلع معي تو سيجنالز؟ وين التو سيجنالز الثانيه؟ لاني غيرت انا في البلس ويدث في البلس جنريتر منهم. ففي البلس جنريتر انا هون تظاهرت انه هذا هو تو ارم بس، تو وان ارم بريدج، يعني تو بلسز راح يطلع منه. فلما غيرنا هون عملناه هذا تو بلسز وان ارم بريدج، ما راح يطلع لي غير تو بلسز. اذا بتتذكروا لما بنينا الترانجليشن، لما عملنا الترانجليشن نرسمها هون، اذا متذكرين هون رسمنا ساين ويف لما عملنا ترانجليشن بالباي بولر، وبعدين عملنا واحد مثلا اثنين ثلاثه اربعه خمسه، رسمه مش كثير، رح يطلع معي هدول تقاطعات، ما رسمت ساين ويف ثانيه لانه هون بدي باي بولر. طلع معي هدول السويتشنج، هاي الساين ويف هون اعلى رح يطلع معي سويتشنج هون، الساين هون اقل رح يفش سويتشنج، بعدين في سويتشنج فش سويتشنج، وبعدين بيطلع معي قطعه صغيره هون وقطعه صغيره هون. هدول بوديهم على واحد في حاله الباي بولر، هدول بوديهم على واحد واربعه. والانفرس تبعهم ثلاثه، فبصير عندي هذا هيك 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 هذا بودي على 2 و3. وبدي انتبه انه هون في عندي شويه فراغ، بحيث انه لما اشغل اطفي 1 و4 بدي استنى فتره زمنيه صغيره بحيث انه يشتغل قبل ما اشغل 2 و3، هذا بتكفل فيه الانفرتر من هون. هلا اذا عملت هيك صفى عندي بس 2 بلسز، يعني البلس تبعت 1 هي نفس البلس تبعت 4، مش كهربائيا كسيجنال. تذكروا كهربائيا لازم اعزل، شو نوع العزل اللي بستخدمه؟ اوبتوكبلر، يا اما اوبتوكبلر يا اما في عندي بلس ترانسفورمر، يا اما بستخدم بلس ترانسفورمر يا اما بستخدم اوبتوكبلر حتى اعزل الاثنين. صار عندي 2 بلسز، هم 2 بلسز بيروحوا على 2 ترانزستورز، بس هذه 1 بلس هي نفسها، يعني هون تشغيل 1 و4 بنفس الوقت وتشغيل 2 و3 بنفس الوقت، وهم كومبلمنتس كومبلمنتري، راح يدفي 1 و4 يشتغل 2 و3 يشتغل، يدفي 2 و3 يشتغل 1 و4 طول ال 360 درجه باستمرار، راح نضلنا شغالين بهي الطريقه. فهون انا سميته 1 ارم 2 بلسز. هلا رح تشوفوا شكل الويف فورم تبع الاوتبوت فولتج بيختلف عن اليوني بولر، لانه عندي هون رح يكون دائما يا الباي بولر بيطلع منه بلس 2 في دي سي او ماينس 2 في دي سي، ما بيطلعش منه زيرو. هي اجوا الاثنين في دي سي من هون. في لسبب معين انا مش متاكد منه، معظم الكتب برسموه هيك. ما بحطوا دي سي واحد هون. في سبب ما بعرف، انا ما عنديش شيء علمي تفسير عندي ليش، بس عادة نحن بناخذ هون اثنين في دي سي. إذا عندنا هون وتتذكروا الموديليشن اندكس، شرحنا كيف بيصير الموديليشن اندكس اللي هو ام اي، اللي هو الامبليتيود تبع الساين ويف بالنسبة للامبليتيود تبع الترانجلر ويف فورم، هيو غيرناه هون، والفريكونسي نسبة الفريكونسي مش داخلة كبارامتر، بغير الفريكونسي اللي بدي إياها الفاندمنتال فريكونسي، وبغير الكارير فريكونسي، الكارير فريكونسي هي الفريكونسي تبعت مين؟ الترانجلر ويف فورم، والفاندمنتال فريكونسي أو الفريكونسي أوف ذا أوتبوت هي الفريكونسي تبعت مين؟ الساين. الموديوليشن اندكس هو النسبة بين الامبليتيود تبع الساين للامبليتيود تبع هيك غيرنا في واف، غيرنا في واف، وهذا هو مبدا الاساسي للبلس ويث موديوليشن حتى يحقق لي في على اف. هلا قديش في على اف؟ مين اللي بيعرفها؟ كيف بتحددها؟ قديش في على اف عند اي سرعة معينة؟ كيف حددناها؟ بشكل عام القانون العام لفي على اف لازم تضلها قديش؟ كونستنت، لكن ات لو فريكونسيز شو بدي اعمل؟ اعملها بوست. وابف 50 هرتز او ابف 60 هرتز ايش رح تصير في على اف؟ في رح تضلها كونستنت بس اف رح تزيد، ففي على اف رح تبدا تنزل. متذكرين هاي الرسمه؟ كاركتور هيك كونسنتريشن هاي بنزل عندي هون مثلا وهيك، او بنزل معي هيك بهذا الشكل. في على اف هون كونستنت، هون عملنا لها بوست صارت في اعلى من اف، ففي على اف هون اكبر من واحد، وهون اف عم بتزيد بس في كونستنت لاني ما بقدر ازيدها اكثر من هيك، فايش عم بيصير بالفي على اف ريشو؟ هون سمولر بتصير كونستنت باور تمام، هذه كونستنت باور بس سمولر تور، نزل في على اف بنزل اي بنزل التور، فهذا هون كونستنت باور ريجن، هاي المنطقة، هاي المنطقة كونستنت تورك ريجن، بس في هون بوست عم نعمله. في على اف شو اللي بحدده؟ بحدده نسبة هاي الفريكونسي على هاي الفريكونسي، بحدد ام سي وهاي هي ام هي، هاي داخلة كرقم واحد، هاي داخلة كرقمين من هون 25 و1000. وسرعة المحرك إذا كان في عندي هون سنجل فيز اندكشن موتور، بقدر أحط هون على فكرة سنجل فيز اندكشن موتور، سرعته رح تتحدد عن طريق هاي الفريكونسي مش هاي، هاي شو رح تعمل لي؟ تخفف من الريبل اللي موجود في الاوتبوت ويف فورم. اذا بدك تحدد فيز بتقدر كمان تحدد فيز، هذا بصير يمكن ممكن تستعمله مثلا في شغله
3 فيز، رغم انه احنا في عندنا 3 فيز على فكره. هون اذا بتطلع هي في عندنا 3 ارم 6 بلس، اوكي. فاحنا ممكن هون نطلع 6 بلسز، وراح يطلع عندي من هون 6 بلسز، وال 6 بلسز بوديهم لل 6 اي جي بي تيز الموجودين. اذا هي عندي البلسز هون موجوده، راح تلاحظوا هون الجينريشن لهذا انترنال كله. هون في هون شايفين الكبسه هاي انترنال جينريشن اوف موديليتنج سيجنلز، يعني هو داخليا بيعملهم جينريشن. انت اذا بدك بامكانك تطلب انك تدخلهم من برا، يعني انت تدخل له الساين ويف وهو يشتغل على الساين ويف اللي انت بتدخلها. بصير اذا كبست هاي هلا من هون وعملت اوكي، خلينا نتذكر الارقام اللي حطيناها 0.7525، شوف ايش صار عندي هون. فبتدخل له انت الساين ويف، بتدخل له اظن الساين ويف، واظن بتدخل له كمان الترينجلر ويف فورم، يمكن انا مش متاكد، بس هون بدخلهم من برا. فلما تدخل هون بطل في عندك هي الكارير هون. فانت شو بتدخل له من برا؟ الساين ويف بما فيها الفيز والامبليتيود والفريكونسي. لانه احنا نلاحظ لما لقينا هاي من هون عملنا اوكي ورد نطلع مره ثانيه، الكارير لسه موجوده. هلا هذول بيجوا من برا، فلاحظوا هاي لها فيز ولها فريكونسي ولها امبليتيود. فانت بتقدر تدخل ساينوسويدال ويف فورم من برا. هاي الساينوسويدال ويف فورم بتمثل الفولتج اللي انت بدك اياه. نعم؟ هو ايش انترنال بيعمل هو ساينوسويد؟ هلا اذا انت بتعمله انترنال جنريشن، هو راح يعمل جنريشن للساينوسويد زي ما انت طلبت منه هون. يعني ديفولت ساينوسويد تبعه تمام. هلا اذا انت ما عملت هيك واذا عملتها اكسترنال جنريشن، يعني لغيت الانترنال، هو راح يقول لك دخل لي سيجنال من برا وانت حدد فيها الفيز تبعها والفريكونسي تبعتها والموديليشن اندكس تبعها. في بعض الاحيان بناسبك انك تبنيها بالطريقه هذيك، انت بتصير تغير فيه احنا راح نخليها هلا على الانترنال جنريشن، راح اخليها على 2 بلس 2 بلس لانه باي بولر. لو كان يونيبولر راح يكون عندي 4 بلس، ولو كان 4 بلس اذا متذكرين راح يصير في عندي بلس ساين وماينس ساين، وراح يطلع معي اربع سيجنالز مختلفه لواحد واثنين وثلاثه واربعه. بس واحد واثنين هم الاوبوزيت تبعين ايتش اذر، الكومبلمنت، واثنين وثلاثه هم الاوبوزيت او الكومبلمنت تبعين ايتش اذر. واذا عندي 3 فيز بعمل 3 ساينوسويدز، نعمل 3 ساينوسويدز شيفتد ان 120 ديجريز. إذا عندنا من هون هلا الكرنت ميجرمنت. هلا تذكروا إنه إذا بدك تقيس التوتال هارمونيك ديستورشن لازم تحط الفريكونسي، هاي نسينا احنا نغيرها. لاحظين هون هاي 25، هاي لازم تكون نفس الفريكونسي تبعت السيجنال اللي جاي من هون حتى يكون هذا ترو ريبريزنتيشن أوف تي اتش دي. فإذا غيرت الفريكونسي هون وبدك تقرأ التي اتش دي اللي هون لازم تكون مغير الفريكونسي، يعني لازم تحكي له السيجنال شو هي الفريكونسي تبعتها اللي بدك تقيس التي اتش دي تبعها. والتي اتش دي اللي هو التوتال هارمونيك ديستورشن، اللي هو كانه مجموع الباور، مجموع الباور اللي موجود في الهارمونكس بالنسبه للفند على الباور اللي موجود بالفندمنتال. بس هو مش باور، هو في ار ام اس على في ار ام اس، اوكي. لانه لاحظوا لما نيجي نجمع الباور او نجمع هدول ما عم بجمعهم جميعا، عم بجمع مربعهم وباخذ الجذر التربيعي. فكاني بجمع الباور اللي موجوده في الهارمونكس. لاحظوا كانه بنقول احنا انه الباور اللي موجود في الهارمونكس ما بينفعني، ما بفيدني، والوحيد اللي بينفعني المضبوط بفيدني اللي بيعطيني تورك مفيد في المحرك هو اللي موجود في الفاندمنتال. فانا كل ما اقتربت من الساين ويف شو راح يصير بهدول؟ راح يضعفوا وراح يضل هذا كله الفاندمنتال. ايديالي بدنا احنا ساين ويف يطلع معنا في الكرنت. فاحنا عم نطلع على الكرنت، هلا بنطلع عليه ونشوف كيف عماله بتغير. لازم نشتغل بالدسكريت تايم، اظن بينفع الاثنين. انا بعرف ليش مرات كنت اغير الدسكريت تايم يغلبني الكونتينوس. بصير اذا بزبط معك اشتغل باللي بدك اياه، ما بفرق. اشتغل باللي بدك اياه، اذا ظبط كونتينيوس اشتغل كونتينيوس، ما في مشكله. عمار بسال احمد عن هاي. هاي الجي او اي بتعمل فيها، بتعمل سيتنج لبارامترز مختلفة، انا هون حاطط سامبلينج تايم او ديسكريت تايم 55 مايكرو سكند. طيب وزن ما في كونتينيوس، كله ديسكريت. في سيتنج تقدر تعملها كونتينيوس، بس هي كونتينيوس بتخفيها منك، صحيح؟ صحيح، هي بدها تحلها، بدها تحلها على تايم سلايس، صح. وهي عندنا هون تتذكروا هذول في بداخله كل واحد من هذول في دايود. حتى انت بعرفش اذا بامكانك تشيل الدايود. لا انترنال ريزيستنس، لانه هاي الدائره تذكر ما بتزبط بدون دايودز. رح اعتمد على الدايودز عشان يشتغلوا. هلا رح اشرح عنها في شرح اضافي، رح نحكي عن الدايودز اللي موجوده هون. حطينا هون اندكتيف لود، اخذت الكرنت والكرنت دخلته على التوتال هارمونيك ديستورشن، رح اشوف الديسبلاي اللي موجود هون. وبعدين كمان عندي هون رح اشوف هي الفولتج، الاوتبوت فولتج والاوتبوت كرنت اللي رح يطلع معنا. رح اخذ الكرنت هون والفولتج، رح نشوف الكرنت على الفولتج. رح تلاحظوا شغله، في شيفت، في فيز شيفت رح يكون بين الكرنت والفولتج، وسببه انه هذا في له لود انجل. هلا راح نشوفهم. اذا خلينا نعمل رن اذا كان ما غيرنا اي شيء.
اوكي خلينا نطلع اول شيء على كرنت والفولتج. طيب خلينا نزيد شوي الزمن 0.04 خلينا نعمل 0.08 احنا مغيرين الفريكونسي عشان هيك مش مبين 8. اوكي واضح شايفين هلا شو الاختلاف هلا بالاوتبوت فولتج عن اللي كنا نشوفه باليونيبولر؟ في هاي الفولتج هذا المجنتا اللي لونه مجنتا هو الفولتج، هل في زيرو عم بيطلع زيرو منه؟ لا يا اما بيطلع بلس 2 في دي سي، في دي سي انا حاططها 100 فولت ف2 في دي سي هي 200 فولت او ماينس 2 في دي سي، في اي لحظه الاوتبوت يا بيكون بلس يا ماينس، وهذا تعريف الباي بولر. اوكي ماشي. هلا لاحظوا شغله ثانيه هلا بتبينش معنا مزبوط، يمكن لازم نعمل رننج لفتره اطول حتى تبين معنا مزبوط. هلا راح اعملها فتره اطول بتبين معنا اسهل باليوني بولر، مش مبين كثير واضحه في الباي بولر. خلينا نعمل رن لفتره اطول ونشوف. شايفين شكل الويف فورم عم بيقترب من الساينوسويدال؟ قديش احنا عندنا ام سي؟ اظن 20 40 اظن. هلا اذا بتطلعوا هون 1000 على 25 40، اذا بتطلعوا هون هلا عندي هاي 1000 وهي 25، 1000 على 25 40. اذا بدي اخفف من الريبل راح ارفع هاي، فخلينا نرفعها ل 2000. ما في حاجه اغير الفريكونسي هون لاني ما غيرتش الفريكونسي هون، فنعمل رن كمان. طيب لا انا ما غيرت الفريكونسي. طيب لا ايش هو رننج تايم عشان حكيت الويف كده نزيد عشان يبين ايش نزيده. خلينا اول شيء اشوف بس ايش صار، انه الريبل نزل ولا لا. هاي واضح طبعا تحسن وخف الريبل عندنا اللي موجود هون، وطبعا هاي لان زدت الفريكونسي تبعت الكارير. هلا هل تقدروا تشوفوا؟ خلينا نزيد الرننج تايم اول شيء عشان نقدر نشوف بشكل احسن شو اللي عم بيصير. ف8 راح ارفعها ل 16 ونعمل رن، بعدين راح نرجع نشوف التوتال هارمونيك ديستورشن. اوكي واضح تماما الساين ويف بتحسن وضعها كثير. طبعا بدات هون من انيشال فاليو. هلا اللي بدي تحاولوا تشوفوه اذا كنا سهل نشوفه، وين بتتوقعوا؟ مش عارف انا صعب نشوف الفولتج، احنا وين الفيز تبع الفولتج مضبوط؟ نحن نتوقع انه الفيز تبع الفولتج هو هذا بس هون صعب نشوفه هون لانه في باي بولر صعب. فشوفوا ايش راح نعمل، راح انزل ارد الكارير فريكونسي شوي عشان اقدر اشوفه بشكل افضل. فخلينا نرد ننزل الفريكونسي، رح ننزلها ل 1000 ونعمل. اوكي هي واضحه هلا الويف فورم. شوف شو رح اعمل، رح اركز هلا على سايكل كامله من الكرنت والفولتج. رح اعمل زوم، هي سايكل كامله تقريبا من الكرنت والفولتج تقريبا. هلا اطلعوا هون حاول نشوف الفولتج. الفولتج راح يكون البيك تبعه امتى؟ لما يكون هاي اعرض شيء مزبوط؟ لانه راح يبدا يزيد. هلا عند البلس موديليشن راح يزيد وين؟ تقريبا بتحسوا انه هون اعرض شيء حوالين المنطقه هاي مزبوط؟ هون برد بنزل مش واضحه كثير مزبوط؟ خليني انزل، خليني ارفع الموديليشن اندكس عشان يبين معنا بشكل اوضح. راح ارجع الموديليشن اندكس لواحد نشوف اذا مبين بشكل اوضح. اوكي هيك اوضح مزبوط. طلع هلا معي هي هون رفيع مزبوط، نمشي لهون البوزيتيف رفيع هون مزبوط. اذا الفولتج واضح انه اول 180 درجه تقريبا هون مزبوط، لانه بعدين ايش بده يصير؟ بده يصير عندي النيجاتيف هو اللي اعرض مش هيك؟ فتقريبا ال 180 درجه هي هلا المفروض الفريكونسي شو احنا حطيناها؟ 25 هرتز. 25 هرتز قديش البيريود راح تكون؟ راح تكون 0.01 مش هيك مزبوط؟ هلا هذه عندي 0
لانه 0.02 50 25.01 فالبيريد راح تكون عندنا تقريبا من هون 0.04 المفروض يزيد مضبوط مضبوط راح تصير 0.04 فنصها 0.02 وين ال 0.02 عندنا؟ 0.8 اه هذه احنا بادئين مش بادئين بادئين من بوينت اوكي طيب مش مشكله هلا اذا بتطلعوا هون هي شايفين هذه كيف عريضه من هون واقل عرضها من هون واقل عرضها من هون اذا البيك تبعها تقريبا راح يكون هون راح تلاحظوا في فيس شيفت ما بين الكرنت والبيك تبع الفولتج مش مبين معنا كثير تو 0.08 ل 0.112 يكون ل 0.08 ل 0.12 هذه تقريبا فاذا رجعنا من هون لهون تقريبا هاي هاي بيريد كامل او نص بيريد نص بيريد انا اللي بدي افرجيكم اياه بدي احاول افرجيكم الفيس شيفت ما بين الكرنت والفولتج شو سببه؟ اللو خلينا نزيد ال ونشوف اذا ببين معنا بشكل اوضح راح احاول ازيد ال هون ال هلا عندي 5 خلينا نخليها 10 ملي هنري ونعمل هون ناخذ هون في شيفت في شيفت بس مش واضح كثير خلينا نزيد الشيفت خلينا نزيده كمان خلينا نعملها 20 ملي هنري اوضح هلا شوي لانه هي هون هي البوزيتيف خليني ارجع مره ثانيه اعمل اوتو سكيل نعمل مره ثانيه في الشيفت صح تبين بين من هون هلا اذا بتطلعوا هون يمكن هلا اوضح شوي هي البيك تبع الفولتج هون مزبوط وين البيك تبع الكرنت هون قديش الزاويه اقتربت زاويه اللود نحسب زاويه اللود قديش الفريكونسي عندي 25 هرتز مزبوط حد يحسب لنا زاويه اللود زاويه اللود راح تكون اوميجا ال على ار مزبوط او تان انفرس اوميجا ال على ار ال عندي هون 20 ملي هنري والفريكونسي 25 فراح تكون 25 في 2 باي في 20 ملي هنري على 1 على 1 تان ماينس 1 تطلع كبيره يمكن متوقع تقريبا من 90 قديش؟ 72 تمام اذا رح نلاحظ هلا الزاويه لو جينا طلعنا على الزاويه هاي رح نلاقيها بدات تقترب من 72 يعني نطلع مره ثانيه هون رح تشوفوا هاي البيك واضح انه هذا البيك تبع الفولتج لانه هذه اعرض بلسز تقريبا هون جايه فالبيك تبع الفولتج هون بس البيك تبع الكرنت هون ايش سبب الزاويه هاي بين الكرنت والفولتج؟ الدكتيف لود اللي موجود هون خلينا هي بشكل عام عماله بنقترب هون من ساين سودا نعم وخلينا ريزيستنس هيكون اصلا مش فيز تمام المشكله ما هو انت لو خليته ريزيستنس رح يبطل ساين سودا رح يرجع نسخه طبق الاصل على الاصل اللي موجود هون خلينا نطلع على التوتال هارمونيك ديستورشن هلا اذا بنطلع هون اول شيء نتاكد الفريكونسي عندي نفسها هي 25 مزبوط وهاي عندي هون 25 المفروض هلا كل ما زدت الكارير فريكونسي يقل التورنت هارمونيك ديستورشن رح نبدا باقل فريكونسي الان ممكن 25 خليني اضربها في 5 تعطيني 125 ونعمل رن هلا بدنا نسجل مع كل قيمه راح اسجل هون قديش التوتال هارمونيك ديستورشن اذا راح ابدا بكارير فريكونسي مقدارها كانت عندي 120 25 على 25 مش هاي الريشو كانت اول شيء وراح نشوف قديش بيطلع معنا التوتال هارمونيك ديستورشن قديش الرقم هذا 10% 0.106 6 ولا 0 6 ولا 0 كانه 6 6 اذا التوتال هارمونيك ديستورشن 16.6% هلا رح نبدا نرفع شوي شوي الكارير فريكونسي فرح نزيد الكارير فريكونسي من 125 خلينا نزيدها مثلا ل 250
وهاي فيش حاجه اغيرها ال 25 وال 25 موجوده هناك نفس الشيء. نعمل رن. نزلت تقريبا 8.4 لما رفعنا هاي ل 250 على 25. يعني نسبة الهارمونيكس اللي موجودة نزلت في السيجنال طبعا لانها عمالة تقترب من ساينوسويدال ويف فورم. هذا بامكانك تفكر فيه انه سنجل فيز موتور، سنجل فيز اندكشن موتور مثلا. نرفع كمان الكارير فريكونسي ل 500. تور تشينج لينير كومبيناتور؟ مش ما 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 الشرط، مش شرط يعني بدها حسابات تشوف ايش الارتباط بينهم، بس بشكل عام عماله بينزل هو تقريبا بنفس النسبة مش هيك؟ تقريبا نزل لهلا 4%. 4 على 500. طبعا هذا رح يعطيني تورك احسن في المحرك، لانه معظم الباور اللي عم بعطيها للمحرك عمالها بتتحول لتورك وفيش عندي هارمونكس. واخر شيء خلينا نعمل هاي مثلا 1000 ونعمل زينا تقريبا ل 2 تقريبا 2% 2.1 بالعشرة او 2.7. اوكي واضح الهان. وشكل الويف فورم اصلا الان شكل الويف فورم صار قريب من الساينوسويدر اللي هي الكرنت. طبعا الفولتج راح يضل بولس ويت موديليشن، بس واضح انه شكل الويف فورم تحسن وصار عندي، لكن في فيس شيفت ما بين الفولتج والكرنت. دكتور ليش اول بي هذه هون في ترانزيت، ما هو بيبدا من هون من زيرو. لاحظ هو كيف بدا من زيرو من هون حتى شكله هون، يعني هذا اذا انت بدك تحله لو احنا اجينا لو انت اجيت حطيت ساينوسويدال فولتج وعندك سويتش وعندك ريزيستنس واندكتنس، اللحظه اللي بتسكر فيها هذا السويتش هو نفس اللحظه هذيك، هل بيبدا يمشي عندي؟ اللحظه اللي انت بتسكر فيها بيبدا يمشي عندي كارنت ساينوسويدال؟ في فيس شيفت بينه وبين هذا ستيدي ستيت سولوشن. امتى بصير عندي ستيدي ستيت سولوشن؟ بعد ترانزيت. شو عندي؟ في عندي ترانزيت ريسبونس رح يكون. يعني لما انت بتسكر هون في البدايه شو الانيشال فاليو تبع الكرنت؟ زيرو. اذا لما كان الفولتج زيرو، اذا سكرنا بتايم زيرو لما كان هذا زيرو هذا زيرو، بس هذا مش صحيح في ستيدي ستيت، مش بصير في عندي فيس شيفت؟ فانت هون عمالك بتاخذ يعني الجيد في السيمولينج سيم باور سيستمز انه بعطيك الاكزاكت ريسبونس. انت شغلت التايم زيرو، الكرنت كان في الاندكتر زيرو، حتى انت بتقدر تحط انيشال فاليو في الاندكتر اذا بدك، تقدر تكبسها على الاندكتر وتعطيه انيشال فاليو. هلا هون بدا يقترب من ستيدي ستيت، ولذلك احنا ما بناخذ هاي. بناخذ هاي بعد ما اوصل لستيدي ستيت، هلا اوصل لستيدي ستيت، لاحظ زي ما حكيت لكم هي البيك تبع الفولتج. هي البيك تبع الكرنت. هاي زاوية اللود. لأنه رغم أن الفولتج مش ساينوسويدال بس بيمثل ساينوسويدال، الآر إم إس تبعه ساينوسويدال. الار ام اس تبع الفولتج ساينوسويدال، يعني الفولتج كانه بيشبه على فكره الساينوسويد اللي احنا حطيناه هناك، الفولتج كانه جاي تقريبا هيك. بكون هيك او بكون والفي بيك في فرق بالبيك ما بين الفولتج والكرنت، انا يمكن رسمته بشكل سيء، بس هو في زاويه بينهم، في زاويه بين البيك تبع الفولتج والبيك تبع الكرنت، اوكي؟ خلينا نحكي الان عن الهارمونكس هذول. الكل فاهم هاي اي هارمونكس عم نحكي هون، وين الهارمونكس هاي موجوده؟ بالكرنت. هذه الويف فورم، شايفين هاي الويف فورم؟ على جهه اللود. اوكي؟ اذا طلعتوا بهذا الكرنت، الكرنت اللي جاي من اللود، طلعوا عليها مظبوط رح تشوفوا فيها لسه فيها ريبل، الكل شايف هذا الريبل؟ فهي مش بيور ساينوسويد، هي مش ساينوسويد. قديش التوتال هارمونيك ديستورشن اللي موجود في هاي الساينوسويد؟ هاي القيمه اللي موجوده هون، يعني هاي الويف فورم لسه فيها 2% توتال هارمونيك ديستورشن. ربع 2% يعني 4 اظن بيطلع 4% بالباور. كباور بيطلع عندي 4% منها موجوده لسه فيها هارمونيكس مش من الفاندمنتال. شو الفاندمنتال هون؟ 25. فاحنا عمال نحاول نوصل انه يصير هاي بيور ساينوسويدال فولتج، بيور ساينوسويدال كمان. لاحظوا احنا هون ما حاولنا ندخل ساينوسويدال فولتج على المحرك. من الكرنت من تمام. ما حاولنا نعمل احنا ويف فورم شكلها ساينوسويدال،
في هلا في انفرترز بتعمل بتطلع لي ساينوسويدال زي المالتي ليفل انفرتر. المالتي ليفل انفرتر راح تحاول تقترب شكل الفولتج يكون ساينوسويدال. بس هون هل شكل الفولتج ساينوسويدال؟ لا. الار ام اس تبع الفولتج اذا اخذت رننج ار ام اس هون راح الاقي انها ساينوسويدال. الار ام اس تبع الفولتج. لكن الكرنت اللي نتج في هذا اللود واللي ساعدني انه اللود طبيعته اندكتيف اندكتيف لود بالحاله هاي حتى هيفلي اندكتيف احنا عملناه فصار عندي الزاويه حوالي 72. اوكي ماشي واضح الهاي؟